السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة برول ستارز. اليوم بلعبتنا هنشوف شو حيصير معنا، شغلات، مفاجآت، أشياء. خليكم معنا لتروحوا لأي مكان راجعين. إذا لعبة رول ستارز لستعتها جديدة، في ناس بنضطر شوي نشرحها كل ما ننزل مقطع. ما بعرف المقاطع وين حتنزل، على اي هلعب هاد كاركتر حبيته، على القناة الوان جنجن 1 والوان جنجن 1، اي قناة ما بعرف. المهم انه عم حاول انزل كثير هاللعبة، عم بلعب هلا بنمط 3 ضد 3. ويا جماعة الاثنين اللي معي صفنانين، ما بعرف ليش عم بلعب ضد 3 لحالي، يعني ما عم بفهم شو القصة. حاول ارجع لورا شوي اخذ زوايا، اخذت جوهرة. انا بصراحة اللي ما بيعرف الفكرة تبع اللعبة بده يرجع للحلقة الأولى لأنه ما حقدر اشرحها دائما. سلسلة هي موجودة بالقناة الوان جنجن 1 بلس. هذا لاحقني بده يقتلني، مصمم مصمم مصمم. يا حرام كنت بدي افضي فيه التيمت وقتي عليه. هلا بلش فاد. اللي معي على فكرة عندهم مشكلة بالنت اتوقع، وهي هذا هيك المفروض يموت معي، المفروض يموت معي. نعم نعم قتلته ورجعت الجوهرة تبعي. بدنا 10 جواهر، بقيان يعني 7 طاقة قليلة. هاخد هي وبعد شوي مشان اعبي طاقة بقلب الأعشاب. أيوة لا صابني، بعد عني شوي خليني اعبي طاقة. قديش خايف كتير، في عنا لاعب خايف جدا 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 جدا. وهاي قتلت هاد. يا سلام على الكل، وان جن جن وان يوتيوب ديفيتد. تمام، عم بيلعبوا كتير فايت هدول اللي ضدي، وهاد حاول اضربه. هذا معه 4 جواهر وخايف، أنا معي 4 جواهر مالي خايف، صاروا 5. تعال شوي يا خويف يا خويف. لا هيك ما يمشي، هيك بدي أعبي طاقة شوي. معي 5 جواهر، مسؤولية كبيرة. نعبي طاقة ورا الحيط، نعبي طاقة ورا الحيط، بنرجع نطلع من هون. مات رفيقي اللي هون، استنى شوي. هاد هو الهدف، هاد هو الهدف. التي، يا سلام اخذ الكيل، افوت على دبل كيل. في دبل كيل، ما في دبل كيل، ما في دبل كيل، ما في دبل كيل، بس قتلناه والوضع هلا خطير. حاول اقتل هذا، اذا قتلناه هذا كثير ممتاز. انا كثير بيحاولوا يركزوا علي لانه معي كثير جواهر. قتلته انا، المهم لا رفيقي يمكن اخذ الكيل. المهم عم بعبي طاقه بسرعه، معنا 11 جوهره. لازم نسحب هلا، لازم نسحب هلا، لازم نسحب هلا، لازم هلا. اعمل له كفر تغطايه لرفيقي. 10 ثواني 10 ثواني تغطايه تغطايه. ما في حدا اجا. 10 5 ثواني ومنفوز، 5 ثواني منفوز. خد هي خد هي خد هي، وفوز. نعم قدرنا نفوز انه حافظنا على الجواهر. يا عيني فريقي قوي والله، ما كان سيء فريقي، كتير كان فريقي مقبول. واخذنا 5 كؤوس وطلعنا ليفل. يا سلام، واعطونا كوين. قديش هدول؟ صار معنا 100، صار معنا 100. اذا حنفتح صندوق جديد، ما بعرف تفجير هالصندوق شو حيكون. البريمو البريمو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، انه البريمو البريمو البريمو. يا سلام على البريمو. مثل ما مكتوب فوق يا جماعه، اذا بدكم جواهر مجانيه بهاللعبه او بكلاش بلازا او كلاش رويال او باي لعبه او اي اموال مجانيه او اي شيء، برنامج وهاف ليكو محطوط فوق، موجود روابطه بالدسكربشن. تكتب كود جنجن بيطلع لك ربع دولار تقريبا، وموجود على الاندرويد وعلى الايفون. الاندرويد رابطه لحاله، الايفون بس بتفوت وهاف وبيشرحوا لك شلون تفوت عليه. اليوم عندنا هلا صار اذا كاركتر جديد هو البريمو بهالحلقة. البريمو اتوقع مصارع، ما بيضرب بيضربنا قريب. اتوقع انه هو ليفله عالي، يعتبر تانك يعني اكثر. 1300 مو ليفله، عفوا قلوبه. يعني هاد 1300 اللي كنا عم نلعب فيه 800، لاحظوا تقريبا يعني عالي جدا. عفوا الاتاك تبعه بيقاتل اتوقع بايديه، ايه بايديه، وبيعمل هذا الدمج. والسوبر تبعه بنط وبيضرب بكوعه على اساس مثل مصارع. اذا هو مصارع. في نيو ايفنت تحت، ما بعرف شو هي، شو هاد مكتوب عليها 12، شو هي؟ اوكي. الايفنتات هدول بيفتحوا لك كل ما زاد عدد الكاركترات اللي عندك. هلا انا عندي 3، فتح لي السطر الثاني، السطر الثالث بده يكون عندي 5، السطر الرابع بيكون عندي 8. بقى بيفتحوا شوي شوي. خلينا هاي للمرة الجاي مشان ما تضيع بين كاركتر وبين هاد. قولوا لي شو جعبالكم اكتر، بس او هلا شوي شوي. اول شي حجرب اللي كانت قبل،
بس فرجيني شو بيصير هلا هون. The team that grabs and hold. والله نفس الشيء، انا ماني شايف فرق بيناتهم. حجرب هاي المشروم كيف لشوف شو الثاني واحدة الجديدة، لشوف شو بتفرق بالبريمو. يلا حتى لو نخسر ما بيأثر، وهم تكونوا مستمتعين معنا وعم نجرب سوا تحديات جديدة ونشوف شو الوضع. سماش اند جراب كوليكتر. طيب يلا اذا بلشنا المعركة وشايفين بدروب بوكسات قصير كثير الرينج تبعه. تانك هو تانك. بعدوا لي هيك، بعدوا لي هيك، بعدوا لي هيك، بعدوا لي هيك تانك. بس يعني كثير تعطي راحت بسرعة. انسحاب تكتيكي، نعبي طاقة بسرعة، نعبي طاقة بسرعة. عبي 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 عبي. خسرانين كثير، خسرانين كثير، وانا ما عم بقدر اساوي شيء فعليا. ايوه لازم اكون مع هذا. ايوه هلا هلا. ايوه اخذت الكل. يا الله اخذت الكل فورا، اخذت منه جوهرة. راح اموت بس والله ما متت. هربت؟ لا متت. المهم جواهر ياخذهم هذا رفيقنا. خذ جواهر يا صديقي. والله روق رفيقنا، رفيقنا روق. يلا نروح نساعده بسرعة. أنا بصير معي التي. الجواهر على الأرض، لازم ناخذهم بسرعة. لا 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 ما تخليهم ياخذوا جواهر. بوكسات خطر، أعطينا ثاني ونط. يا سلام نطيت بعد ما مات، بس عرفت شو النطة شو فكرتها. فكرتها بدها وقت لتطلع، مو دغري بتطلع، وهي قوية نوعا ما. إذا معنا تعال ناخذ الجواهر. لا يفضل أن أحمل جواهر يا جماعة، أنا تانك. مات رفيقي. انسحاب. معي سبعة، معي سبعة، معي سبعة. حموني حموني شوي، أنا تانك بعرف، بس شو بدي ساوي؟ أنتم عم تموتوا. ساعات هاد، هاد معه كتير، هاد معه كتير، هاد معه كتير، هاد معه كتير. أعطيني أنا، أعطيني أنا، أعطيني أنا. أيوة 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 أيوة. معي 11 جوهر لحالي، معي 11 جوهر لحالي، معي 11 جوهر لحالي. حتخبى بالزاوية. معقول لحالي لاعب واحد جايب كل جواهر اللعبة؟ حموني حموني حموني. هضل متخبي، شايفني هو يا ترى؟ ماله شايفني، ماله شايفني، ماله شايفني. يا الله ليك لي، خذ هي قتلته. والجيش الون يوتيوب اخذ الكل. يا ولد يا ولد، مباراة نارية نارية نارية. لحالي لحالي بلاير ستار، اعطوني نجمة المباراة. لا 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 على هالمباراة. إذا كاركتر نار وشرار، وبنفس الوقت فوز تاريخي، فوز تاريخي يا جماعة. ما بعرف شو بدي لكم يا جماعة بوقت انصدار هذا المقطع. اللعبة لساتها جديدة، بس انتوا قولوا لي شو حابين تشوفوا باللعبة أكثر لأعرف. هلا أنا عم بتطلع إنه الإيفنتات لهم وقت. هلا عم بحاول اكتشف شغلة، إنه الإيفنتات لهم وقت، وفي عداد مثل عداد ذهب قدام الإيفنت. هل هذا قصده إنه أنا لازم أخلص العداد قبل ما يخلص الوقت بيطلع لي شيء؟ ما بعرف، لازم نكتشف. بركي هلا الحلقة القادمة بكون خلصت. بس لا، تحتاني معه 5 ساعات، الفوقاني معه 17 ساعة. حنعمل مباراة ثانية وأخيرة، بس بهالمباراة الثانية والأخيرة يلا نرجع نعطي فرصة ثانية للمصارع مشان نشوف. بصراحة الكاركتر اللي أنا حبيته لهلا ما طلع لي، ما قلت لكم عليه، قلت لكم إنه هو هي واحدة بنت. بصراحة هو حالكم شوي أكثر عن الكاركتر. هو الألتي تبعه بيعمل شغلة أو بتعمل شغلة، يعني مو بتضرب ضربة، لا بتصنع شيء. اكتشفوا أنتوا إذا بتعرفوا لحالكم، ما عندي مشكلة. خد هاي خد هاي خد هاي خد هاي، قتلته. خد هاي خد هاي خد هاي. انسحاب تكتيكي، لعب بطاقة، وأخذ هالجوهرة من الأرض المتروكة. معهم 3 جواهر فريق الخصم، والوضع صعب، الوضع صعب. طبعا يا جماعه انا هي النوع من الالعاب هذا القريب من الموبا، هذا اختصاصي تماما. يعني تعرفوا انتوا عاملين من زمان بالعاب مختلفه، بطولات بهذا الموضوع انا مشارك قبل ما اكون يوتيوبر. و في لعبه كنت العبها اسمها ليج اوف ليجند، يعني عامل فيها 500 مقطع او اكثر. هاي اللعبه ان شاء الله يعني فينا نجيب الرانك 1 فيها بسهوله، الترتيب الاول فينا نشيب فيه اول بسهوله اذا لعبناها واذا اجى عليها دعم منيح. والعاب سوبر سيل ما بنخاف عليها. بدي فوت، بدي فوت، بس ما بعرف كيف بدي فوت، ما بعرف كيف، ما عم لاقي حدا معي يدعمني. وهي فوته، هي فوته والتي. يا سلام 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 يا سلام. الانسحاب متى تاخذ جواهر؟ خذ جواهر. شايفين هي اخذ رفيقي جواهر. هي مشكلة التانك، إذا ما فريقك فات معك أنت يعني خالص عم تضيع وقت. وهي التي، هي التي جديد. يا ما طلع الالتي، ثواني أحسن ما طلع. منيح ما طلع، منيح ما طلع، منيح ما طلع، منيح ما طلع. خد هي خد هي خد هي. تعطي قليلة على البطاقة، بطاقة على بطاقة على بطاقة على بطاقة. يلا 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 فللنا فللنا. بلش الكاونت داون تبعهم. حاول نجيبهم بقى، نحاول يهربوا، وحاول جيبه لهاد.
تعال تعال فريقي ماله معي اضربوه 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 بسرعه 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 ثواني لازم حتى لو بدنا نموت حتى لو نموت محاوله هي محاوله قتلته 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 وقفنا وقفنا الكاونت داون وقفنا الكاونت داون شايفين هاي هي الفكره تبع اللعبه ما يعني رجع مره ثانيه 16 ثانيه لازم نقتل اي حدا معه جواهر قبل ما نخسر ليش هذا راجع بس هذا ما بيعرف اللعبه عادي وهذا بيعرف اللعبه تمام كثير وين اللي معه الجواهر ما بعرف اتوقع يكون هون نعم توقعي صحيح بس بعد في وقت ما عاد في وقت ليش توقعته هون مين بيعرف لانه انا بالحلقه الماضيه عفوا بالمباراه الماضيه كنت تخبي بهذا المكان بجهتي طبعا فريقي بس واضح انه ما بيعرف اللعبه عادي معلش العالم تتعلم بس لانه وقت كانوا عم بلش العدات في عندي لاعب كان بيهرب لتحت ما بعرف شو كان بيفكر لو كان طلع لفوق كنا يمكن لحقنا يمكن لحقنا مباراة نارية وشرارية طبعا الناس عم تطلب مني طول المقاطع ما بقدر بهذا الوقت من انطلاق اللعبة طول المقاطع يا أصدقائي لأنه يعني بضر هذا الموضوع بالعكس من كتر مقاطع أحسن من طولها مشان الواحد يقدر يشوف لأنه في ناس لسه بدها تحب اللعبة عم نجيب جمهور جديد طبعا مقاطع اللعبة حتنزل على قنواتنا كلها الحقونا على الروابط شغلوا الأجراس مشان ما يروح عليكم شيء لساعته السحب مستمر على خمسة سبينر أسود أزرق فضي ذهبي شوفي كمان زهري خمس سبينرات مقدمة متجر وان جنجر وان ستور عندك خمس بطاقات اي تيونز $10 او جوجل بلاي تكتبوا لنا بالدسكريبشن بدك جوجل بلاي ولا اي تيونز لا تشارك طبعا تكون مشاهد هذا المقطع عامل له طبعا لايك ومشترك بالقناة مشغل الجرس وعامل فيفوريت وشير اهم شيء الشير يا جماعة نشر المقطع واهم شيء العالم عم تربح كتير هذيك مرة واحد ربح بمسابقة كلاش رويال على كلاش كلانز وطلع ما له عامل شير دغري السيستم لحاله قلب لها اسم تاني مشان هيك تذكروا تعملوا نشر للمقطع وهذا كان كل شيء اليوم كان معكم عمر اول جيجن 1 نشوفهم قريبا ان شاء الله وعلى السلامه.